من الثلاثة ونص دول اللي هيحقق. ما هو انت تذكرتي، انا فاكره في دوله الامم الافريقيه كانت اونلاين، كان كل واحد بيبقى عن طريق بنفس السيستم ان شاء الله، بنفس السيستم. فيا حرام الناس اللي عايزه، اكيد هتبتدي من دلوقتي تلحق لها تذكره. انا عايز اقول لحضرتك وبرضه نوضح للساده المشاهدين ان العالم بالفعل كله هيتفرج على مصر، كله كان هيبقى قاعد في بيوته، ومصر بتنظم بطوله ولا اروع. ده اللي هيبقى المودلز، التجربه المصريه، ده مهم جدا. مصر بقت تقدم للعالم تجارب عديدة وعديدة في مختلف المجالات. لو اتكلمنا عن تجربة مصر في استضافتها لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27، وللأول مرة بتستضيف 32 منتخب، دي حاجة ستحسب لمصر في التاريخ وتضاف لسجل الإنجازات الخاص بالرياضة المصرية على مدار تاريخها. مش بس كده، معلش أنا ممكن أضيف لك حاجة، مصر بتعمل ده في وقت دول قافله فيه. ما هو ده اللي انا بقوله يا فندم، ودول ما فيش ناس بتمشي في الشارع اساسا. ده تحدي، التحدي ده تحدي، يعني غير تحدي اقامه البطوله بالشكل ب 32 فريق، لا وفي وقت كمان يعني البلاد بره مش عارفه تفتح. وفي ظل هذه الجائحه مصر عندها برضو، هاكد برضو للساده المشاهدين، عندها استضافه لعدد من بطولات العالم القادمه في هذا العام، زي ما قلنا بطولة العالم للرماية، بطولة العالم للدراجات، كأس العالم للجمباز، كأس العالم للسلاح، كأس العالم للخماسي الحديث، بطولة العالم للخماسي الحديث كمان. كل دي بطولات هتنظمها مصر خلال هذا العام. مصر بالفعل خلاص، يعني مش عايز اقول لا، مصر بقت من الدول الكبرى في تنظيم الاحداث الرياضيه. مصر مش بس بقت قبله او جاذبه، لا مصر خلاص بقت براند عالمي. طيب قبل ما اختم برضو